أمي تحب التوابل ودنانيره أيضا. إذن لي يا أبي، سأذهب إلى دكان الست حسن. وأنا سأذهب إلى السيدة نفيسة. قد أبلغ أمر مولانا الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير ليراه القاسي والداني. قد أبلغ أمر الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير ليراه القاسي والداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد، وهذا العهد يتطلب منا أن نتكاتف ونتعاضد، فيد الله مع الجماعة. أين الشافعي؟ أين هو من كل ما يجري الآن؟ سنعتصم بحبل الله جميعاً ولن نتفرق، فالقادم خير بإذن الله. سنشيد ما استطعنا من بنيان، ونبذر الحقول، وسيفيض خير النيل على كل من حاذاه أو جاور مجراه. سيعم الخير على كل أهل مصر، على اختلاف ما يعملون وما يعلمون. سنكون يداً واحدة لنصرة الحق، لصالح البلاد والعباد، بإذن الله الواحد القهار. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.